انتوا بألف خير. عندنا برنامج بتقبل انه يعجب كل يوم البرنامج تبعنا. برنامج قصير وهادف. يعطيكم ألف عافية. عندنا يا رب يعشوني يا غنية قلبي يا شمعة عيوني لا 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 شوفينا أحلاكي ما أحلى رضاكي يا ريت كل العالم مثلك بيحبوني لا 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 أحفادنا لنحتفل بعيد الأم التي هي أقدس كائن على وجه البسيطة. نحتفل معا بصحبة تلاميذ المدرسة، مدرسة ترشيح الابتدائية، الذين دائما يشاركون احتفالاتنا تعبيرا منهم عن حبهم للجدات والأجداد، وعلى رأسهم مديرتهم التي لم تبخل علينا بكرم مشاركتها السيدة رندا نحاس، ومركز التربية الاجتماعية الأخت والمربية السيدة ديانا شارة. ألف شكر لإله لهم، نقول شكرا لمشاركتكم وأهلا وسهلا بكم. ظهرت شمس آذار الدافئة فانتعش الجو وفاح عطر الرياحين، وامتلأ الجو بتغريد العصافير التي تسللت من أوكارها وانبثقت من وجه السماء كأنها سويحات من فضة ولجين، وأخذت لوافح النسيم العذب تهب طليقة من أغلالها، وتزينت أوراق الأشجار بقطرات الظل الفضي كأنها عقود وحبات لؤلؤ براقة، وبدت الطبيعة بأجمل حلتها محتفلة بنبع الحنان المتدفق المتجسد في صورة إنسان، ألا وهي الأم. الأم التي زرعت فينا بذور الأمل والطمأنينة، والتي تمنح بلا مقابل وتعطي بلا حدود الرحمة المهداة من الله تعالى. شمس حياة التي تضيء ظلام أيامنا وتدفئ برودة مشاعرنا. لكل أم أقول من قسمات وجهك الطيب تشرق شمس نهار أبنائك، تبعث فيهم الحب الدفء والحياة. أهديك يا أمي يا خير إنسانا يمشي على الأرض من نبعك الحاني ينسابك الفيض، تسقيني يا أمي يا نعمة تجري من واهب النعم، يا نسمة تسري من رائع النغم، تحييني يا أمي عيناك ترعاني في السر والجهر بالحب تلقاني بحنانها الفطري، تحميني يا أمي. العام وأنتم كنتوا توايتوا والتعليقوا والترتيبوا ويضرب الجلب جليه تنشيفه وطبه وزبالي كبها، صحيح إنه هاللي منرميه أكتر من هاللي منخليه، وكل من الخميس للخميس كل يوم في تكنيس، ويا لطيف ألطف عالشتف والتمسيح، وبالبيت كوم كوم في تمسيح خباير وكوم كوم كله كوم. وأصعب الهموم بتعقد الوحدة هي قاعدة تحضير الطبخات
الأولاد عدوا عدوا، هذا بده، هذا لكش اللي حده، وهذا طايفي له أصحابه، وهذا علمي بكتابه، وهذا شغلي له حاسوبه، وهذا وسخ حاله ويا مين قده. لازم الأمهات تعمل انتفاضة ثورية وتطالب تغييرات فورية، وتجيب للأولاد مربي فلبينية تترتاح من جملة يما وين هي وين هاي. يا شجرة سهرت ليالي، يا وردة اهتمت لحالي، ما تزعلي يا أغلى الغوالي ولا تتعبي حالك يا كياني، رح ساعدك بكل الأعمال حتى نعيش بسعادة وهدات البال. كل الدنيا عم بتغني وعم بتقول اليوم عيدك يا ماما دق الطبول. كل الدنيا عم بتغني وعم بتقول اليوم عيدك يا ماما دق الطبول. جمالك ما في منه الدنيا عم تحكي عنه، جمالك ما في منه بدورها لا أنسى. الراهبات الفاضلات، رئيس لجنة الحي ألف في ترشيحها السيد نبيل دكور أبو روني، أمهاتنا أباءنا، الحضور الكريم، مديرة نادي المسنين في ترشيحها، مركزة التربية الاجتماعية في المدرسة الابتدائية أم سمعان، معلمة الموسيقى يعطيكم العافية على البرنامج الممتع والشيق. قيل الكثير من صغارنا هون بمناسبة عيد الأم. اليوم احنا بنحتفل بعيد الأم اللي بصادف غدا حسب عاداتنا وتقاليدنا العربية. واليوم بيصل للبلاد بعد ساعتين رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، وغدا يبدأ فصل الربيع أيضا 21/3. وقبل يومين تم حلف قسم اليمين للحكومة الجديدة في هذه البلاد، فهذا الأسبوع حافل في المناسبات. طبعا أول إشي عيد الأم، أنتوا بلاكن منسواش إشي، وتاني إشي تفتح الأزهار غدا في عيد الربيع في بداية فصل الربيع، واليوم زيارة الرئيس أوباما للبلاد والسلطة الفلسطينية. وكلنا أمل أن يحمل معه بشائر لهذا الشرق الذي يعاني وعانى، بشائر السلام في ربوع شرقنا الأوسط وفي سوريا وفي لبنان وفي الدول العربية وفي هذه البلاد. ونأمل أن تكون زيارته زيارة مباركة لهذه البلاد أولا، لأنه أهم إشي في هذه البلاد أنه يكون في سلام وعم السلام بين الشعب الفلسطيني وبين الشعب اليهودي، وأن تكون هناك دولة فلسطينية لشعبنا الفلسطيني. وأولا لأمهاتنا الفلسطينيات، طبعا أنتم موجودات معنا هون، طبعا كلكم فلسطينيات، ومنصلي من هون ومنعايد كمان الأمهات الفلسطينيات الموجودات في الشتات وفي الضفة الغربية وفي غزة، إنه يكون كمان عيد سعيد بمناسبة عيد الأم. بالنسبة للنادي المسنين عنا، يعني نعم نائب الرئيس اللي بهمه مصلحتنا، وألف شكر لك أبو خليل على مشاركتك لإنا وعلى تلبيتك لدعوتنا لإنا لهون، دائما منلاقيك زي ما قالوا
حاضر، وألف شكر لك للتبرع الباص اللي أعطيتنا إياه لقرية حداد، عن جد ألف 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 شكر، الله يديمك إلنا، وبدنا نطلبك كمان وكمان مش رحين نتركك، يعني فتحت لنا الطريق إحنا تحملنا يا هلا فيك، ألف 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 شكر، كل عام بخير. شكرا لكم، هذا واجب علينا، وبشكر كمان مديرة مدرسة الابتدائية اللي حضرت إسا، ونتمنى لها النجاح، مديرة جديدة وصغيرة بالعمر كمان، كيف بقولوا مش كتير طيب، المهم انه نتمنى لها النجاح، ونشكرك على مبادرتك وحضور طلاب مدرستك مع الطاقم معلمة الموسيقى ومركز التربية الاجتماعية، فشكرا. وبشكر المواقع الإلكترونية كمان، أبو حنة هاي أنا بديش أقول موقع أحسن ما واحد منكم هداكي، أبو حنة وأبو حنة، فمشكورين. وأنا بدي أعتذر في اجتماع ضروري. يا بابا هالدنيا بس بي، وإنتو شبابا زهرة يا أمي، قولي يا بابا هالدنيا بس بي وإنتو شبابا. شعبا طيب الأعراق، أما أنا فأقول المدرسة أم، إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأخلاق. اليوم جئنا نحن ممثلو مدرسة ترشيح الابتدائية إدارة ومعلمون وطلاب، كي نشارككم احتفالكم بعيد الأم، وندخل الفرحة إلى قلوبكم في هذا اليوم المقدس الذي تكرم فيه الأم والجدة، تقديرا لتعبها وتضحيتها وعطائها الذين لا يقدرون بثمن. جئنا كي نقول لجداتنا هنيئا لكنا في يومكن هذا، فلولا كنا لما كنا ولما ترعرعنا ولما تعلمنا، فأنتن من زرعتنا وربيتنا وأحببتنا، فشكرا لكنا وألف شكر. اليوم جئنا نحن أحفادكم كي نبشركم بأن مدرستنا هي أمنا الثانية التي تسهر على مصلحتنا وتلقننا قيما طالما حلمتم أن نربى عليها، قيما تتلخص في احترام الغير والعطاء والمحبة والتسامح وتقدير أجدادنا وجداتنا الذين أعطونا عطاء غير متناهيا، فحان الوقت كي نرد لهم جزءا صغيرا من جميلهم. تسلمت إدارة المدرسة الابتدائية وفي قلبي رسالة سامية أطوق إلى تحقيقها، رسالة أساسها زرع بذور الاحترام والتقدير والمحبة والنظام والمعرفة، كي أكمل ما بدأتم به
فأنال بركتكم ودعاءكم لي بالخير. وها أنا ذا أقف اليوم بينكم مرتعشة مهنئة ومعبرة عن مدى حبي وتقديري وامتناني لكم لكل ما أعطيتم، ولأنكم أتحتم لي الفرصة كي أكمل رسالتكم وأربي أحفادكم فأقر عيونكم بهم. فمن هنا أطبع على جبينكم قبلة شكر وتقدير ومحبة، متمنية لكم العمر المديد والصحة الوافرة والعيش الرغيد، وأصرخ بأعلى صوت قائلة كل عام وأنتن بألف خير. امتداد الزمن عبر عصور تربط حاضرنا بماضينا، لذا نرتبط دائما بلمسة حنانها، حضنها الدافئ، حاجتنا إلى الطمأنينة بقربها، حبها العفوي الذي لا مصلحة فيه وبعاطفة لا تعلوها عاطفة. الأم هي الوطن وهي مصدر الحنان والدفء والعطاء، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فعذرا أمي، أنت أعظم من أن يكرمك العالم مرة واحدة في السنة. نحن هنا اليوم أمامكم مدرسة ترشيح الابتدائية لنهنئكن ولنحتفل معكن بعيد الأم، ولنتمنى لكن طوال البقاء زهورا متفتحة فوق رؤوس أولادكم وأحفادكم. وأيضا لننتهز الفرصة وندعوكم لمشاركتنا في فعاليتنا يوم الأربعاء الموافق 5 حزيران القادم. وجودكم بيننا ومشاركتكم إيانا بهذا اليوم المميز سيزيد من فرحتنا واستمتاعنا. فأهلا وسهلا بكم في مدرستنا وبيتنا الثاني، دمتم لنا نبراسا ينير دربنا ويرشدنا، وكل عام وأنتن بخير.